معنا من جديد، واليوم معنا هذا العود، عود عراقي قديم عمره 14 سنة يا جماعة. هذا العود طبعا الظهر من الخشب الروزوود اللي هو السيسم أو الصاج الهندي البعض بسميه، والميبل، وعندنا الوجه من السبروس. بس شوفوا قد ما هو قديم العود، كيف صاير لون الوجه. العود على فكرة يا جماعة ما نعمل له أي صيانة. هذا العود أنا على اطلاع ومعرفة كاملة في تفاصيله، ما نعمل له أي صيانة. بالعادة العواد القديمة بيكون عمري لها صيانة، واللي مغير الوجه، اللي مغير الزند، اللي مش عارف إيش. بمناسبة الزند، من أهم مميزات هذا العود دوسته ما شاء الله ناعمة جدا يا جماعة، جدا 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 ناعم فوق ما تتخيله، جدا ناعم. بالإضافة لصوته الجميل نسمعه الآن. طبعا الأوتار، سينا نحكي الأوتار. الأوتار هي من البيراميد لوت دوزان فافا. طبعا خلينا نسمع صوت العود اليوم سوا، نستمتع فيه.
يجي الاختبار الاخير يجي على كل العواد والعزف على فينجر بورد كامل ونختم. شفتوه الفينجر بورد ما شاء الله الأصوات كلها واضحة. تمنياتي بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.